انسجاما مع مقتضيات الدستور في تفعيل العمل الرقابي وفي العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، جاء الوزير الاتحادي عبد الكريم بن عتيق المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى مجلس النواب للإجابة عن قضايا تتعلق بإدماج أبناء الجالية في المدارس المغربية في حالة العودة الاضطرارية. بعد هؤلاء التلاميذ كيجيو في وسط السنة الدراسية. بالفعل كيطرح إشكال كبير لا سيما في العودة الاضطرارية لإدماج أبناء الجالية في النظام التعليمي المغربي. من 2013 بدا واحد المجهود كبير، كاين أولا تسهيل الحصول على كل الوثائق اللي كتخلي هاد الأبناء أنهم يلتحقوا بكل المدارس المغربية تابعة لكل الأكاديميات. جوج، كاين عملية أخرى مهمة هو تحديد المستوى الدراسي في حالة ما كان غيب وثائق تؤكد هذاك المستوى الدراسي، وهذا مجهود بيداغوجي كيقوموا به في الأكاديميات رجال ونساء التعليم. ثلاثة، أن لهم اختيار يتسجلوا في كل مؤسسة الأقرب لهم. أربعة، في حالة ما أنهم بغاو يدخلوا التكوين المهني عندهم حق الولوج إلى مراكز التكوين المهني. فيما يخص التعليم العالي مباشرة ما كيكون رجوع اضطراري وتثبت ما يثبت ذلك كيدخل الجامعة المغربية، وكذلك عنده الحق والأسبقية في المنحة الدراسية، وعنده الحق في ولوج كذلك الأحياء الجامعية، عنده أسبقية فيها. الآن إحنا هينا واحد مشروع ديال مقصود للآن كاين في القطاعات المعنية حيث الدراسة اللي غيأثر هذه العملية. وأكد بن عتيق في عرض جوابه أمام مجلس النواب أن الوزارة المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة منفتحة على كافة الشركاء من أجل تسهيل الاندماج، مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب نجح في مراحل انتقالية شهدت تحديات كبرى إقليمية ودولية. منفتحين على كل الشراكات اللي غتسهل الاندماج داخل النظام المدرسي، ولكن 2013 2014 2015 نظرا للتصدعات اللي كانت في مجموعه من الدول نجحنا في هذه المرحله الانتقاليه، الان خصنا نطوروها باش تمشي اكثر نجاح. شكرا سي. ولان الزمن البرلماني لم يتسع لجواب الحكومه عن الفريق النيابي، فان جواب الوزير عن سؤالنا الاعلامي وضع نقطا هامه تخص الموضوع المطروح. أولا اليوم الأساسي هو أننا بصدد تحضير آليات لمواجهة الحالة العودة الاضطرارية اللي كتطرح إشكال. العودة الاضطرارية هو أن بلدان اللي ما عرفاش الاستقرار أو كان فيها تصدع في الاستقرار كتكون عودة كبيرة، وهذه العودة كبيرة اللي كيأدي الثمن ديالها بالضرورة هما الأطفال اللي كانوا في نظام تم دروس آخر غير أنظمة ديال البلدان الأصلية. إذن أش كيطلب؟ كيطلب أولا تهيئ شروط أنهم يندمجوا في النظام التعليمي، والاندماج ماشي العائق ديالو بداخوشي. أولا العائق الأول ديالو هو توفر لهم شروط، إذن خصك تعطي كل الوثائق اللي كتبت بأنهم بالفعل غادي يمكن الوثائق اللي مطلوبة من عند الأكاديميات. جوج الأساسي أن في حالة ما غياب وثائق مادام أن عودة اضطرارية كيخص تحدد المستوى التعليمي ديالهم، اذا كتهيئ رجال ونساء التعليم اللي كيشتغلوا باش يحدوا المستوى التعليمي ديالهم باش ينخرطوا في هذاك المستوى. ثلاثه، تيخصك ان توفر لهم ينخرطوا او يدمجوا في مدارس اقرب الى سكنهم. في حاله ما انهم عندهم رغبه في التكوين المهني خصهم يكون عندهم اكسي للتكوين المهني. فاذا هذه الى بالنسبه للاختبارات وهذه النقطه الطرحات، كل الاختبارات كيتم نوع من التكيف اللغوي، بمعنى انه غالبا ما الاختبارات كتم باللغه ديال بلدان الاقامه ماشي بالضبط العربيه او الفرنسيه، كانت الايطاليه واساسا كتكون الانجليزيه اللي كيكون متمكن منها هذاك الطفل اللي جا واللي كان في لحظه اضطراريه. بالنسبه للجامعات مباشره ما كيحدد بوثيقه مستواه يندمج في الجامعه المغربيه وعنده اسبقيه في الحي الجامعي وعنده اسبقيه استثنائيه في المنحه. احنا المرسوم اللي هيئناه ووزعناه على كاع القطاعات المعنيه باش هذه العمليه الاليه تولي اليه سريعه،
وتولي عندها مرجعيتها القانونيه. فاذا حنا بعكس من 2013 لهنا اكتسبنا واحد الخبره اللي كتسمح لنا نتفاعلوا مع هاد الصعوبات الاستثنائيه. اما الافراد الجاليه اللي كيختاروا باش يرجعوا للمغرب فهذه كتكون مهيئه لظروفهم وكيكون انخراطهم او اندماجهم بشكل عادي. شكرا سيد الوزير. شكرا.